هبة راكان عزو، عمري 19 سنة، لاجئين للمناجير تابع راس العين، لجأنا من الحرب، وجينا على مخيم عشوكاني، والحمد لله يعني هنا عايشين وضعنا تمام، يعني مو أحسن من قاضي. سويت دورة وجبت مكينة، تدين تدين وجبتها مشان أشتغل عليه، وعين عيلتي عندي عمي وعمتي كبار بالسن، يعني ما لا يقدروا يشتغلون ولا شيء، وزلمتي قاعد لا شغل لا نوم، وعندي طفلة عمرها يعني سنة وسبعة أشهر، بدا حفوضات بدا حليب بدا يعني بدا حدا يعينها، إذا ما أنا اشتغلت وكنا قاعدين يعني منو يريد يعينها العيلة. هاي ما تساعدني منوب لأن مي على الكهرباء على الرجل ومتعبة، يعني إيش قد ما تقول إن إيش قد رجليك على طول لازم تظل متحركات عليها وتعب، مو مثل ماكينة الكهرباء. بس لو من أشتغل بي نجيب خارجيتنا، يعني خارجية البيت بي، لو ما أشتغل واقفين خيطوا بـ2000 بـ2500 حسب يعني الكلفة اللي أجيبها، لأنه الكلفة هي غالية. أنا ناوية أفتح لي محل، إني أجيب لي أقمشة، أجيب لي كلفتي، يعني أظل عندي ما أظل كل نهار إني رايحة برا، إني أجيب لي يعني ما يسوى عليها إني كل نهار إني رايح على حسك، إني ما أجيب لي عدة خياطة كامل، أجيب لي مكينة من الكبار إنه أوسع شغلي أو شغلي يصير أحسن من أولي. روج بعجل تعال.